اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علي ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال اني اجد في بدني زوفا فقلت له اعوذك بالله يا ابته من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فآتيته بالكساء اليماني فغتيته به وسرت انظر اليه واذا وجهه يتلالا كانه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عين وسمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله اعتذر لي ان ادخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا والدي ويا صاحب حوضي قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا والدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدك واخاك تحت الكساء فداني الحسين عليه السلام نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله اعتذر لي ان ادخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا والدي ويا شافي امتي قد اذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابا الحسن عليه السلام ويا امير المؤمنين عليه السلام فقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه اخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فاقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اعتذر لي ان اكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا اخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد اذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابته يا رسول الله اعتذر لي ان اكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات اني ما خلقت السمع مبنية ولا ارض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الامين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب اعتذن لي ان احبط الى الارض لاكون معهم صادسا فقال اللحنم قد اذنت لك فهبط الامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى يقرؤك السلام ويخصوك بالتحيات والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت السمع مبنيه ولا ارض مدهيه ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئه ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان ادخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا امين وحي الله انه نعم قد اذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونازلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا من ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وسعدنا وقضى لك شيعتنا فاض وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم السلام مالک اس حدیث قصہ کا پڑھا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما جمیع المومنین و مومنات کے صغیر و کبیر گناہ معاف فرما دے مالک جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں ان کے غیب سے قرض ادا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما جو بے جرم قید ہیں ان کو جلد رہائی نصیب فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت و کاملہ العاجلہ عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و سہل اولاد عطا فرما جن کو اولاد دی ہے ان کو بخش دے نیک و فرما بردار پانچ وقت نمازی ماتمی عزادار بنا ماں باپ کی عزت و احترام کرنے والا بنا جن بچوں نے امتحان دیے ہیں دے رہے ہیں دیں گے ان کو اچھے نمبروں سے کامیابی اور کامرانی نصیب فرما مالک ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہمارے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا جلد از جلد ظہور فرما آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم